البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو اليوم غادي يكون حتى هو فلوغ. غادي تشوفوا معايا شنو غادي ندير النهار كامل ان شاء الله، وغادي نمشي نتقدى من فرنسا. ما حدي يعني عندي الوقت وعندي القانا صراحه، ما كنمشيش ديما، واخا المقضيه في فرنسا رخيصه بزاف على سويسرا. يعني الا مشيتو تقداو من تما كتقتصدوا الصراحه بزاف. المهم انا غادي نشري داكشي اللي غادي نشري، وغادي نجي نوري لكم باش تشوفوا الفرق ما بين هنا سويسرا التقضيه في هنا وما بين التقضيه في فرنسا. صراحه كنبغي ندير بزاف ديال الفيديوهات بحال هكا فلوغ نهار معايا، ولكن كنقول يمكن ما يعجبكمش وشنو غادي تستافدوا منه. المهم قولوا لي الا كيعجبكم هذا النوع من الفيديوهات، قولوا لي في لي كومونتير وديروا لايك الا كان كيعجبكم. سينو قولوا لي اشنو هو الانواع ديال الفيديو اللي تبغيو تشوفوه على القناه ديالي. المهم انا دابا غادي نلبس حوايجي وغادي نخرج، وغادي نديكم معايا تشوفوا الاثمنه، تشوفوا داكشي كي داير الناس اللي في سويسرا اللي صرا اللي ما كيمشيوش يتقدموا في فرنسا. يعني تولي عندكم فكره ديال على الاثمنه كي دايرين تما. الصراحه راه يعني ناقصين تقريبا بالنص، وصافي غادي نجي ونشوفوا اشنو غادي نديروا من بعد. هاني دابا وصلت لفرنسا، كاينين لي طرافو بزاف. الا قلت لكم 3 ايام هادي ما خرجتش من الدار ضحكوا عليا. هانتوما كي تشوفوا الدنيا خاويه، لي طرافو. انا تيجيني هاد البلاصه بحال لما ساكن فيها حتى حد، كلشي غابر. راني اخيرا وصلت، غادي نتقدى من كازينو. ديما هاد السوبر مارشي فاش كندخل ليه كتعطيني واحد الريحة، وعرفتي علاش هاد الريحة؟ هاد جيل دوش الريحة ديالو غزالة بزاف. كوتيج ريحتو فنة. عندكم هادا ديال الكراميل وهاد الدوب، ريحتهم واعرة. الناس اللي عزا عليهم الريحة ديال الكراميل. هاهو معندهم حتى جونبون حلال، عندهم الكاشير حتى هو حلال. البنات هاني بحرا دخلت، وقلت غادي نشارك معكم داكشي اللي شريت، التقضيه اللي شريت. قبل ما ندير كلشي في الثلاجه ورجع داكشي لبلاصتو. المهم ما وصلت حتى تقطعوا لي اليدين وترس لي الظهر، وما ديتش معايا الشاريو اللي شريت غير، وما لقيتش الشاريو في سميتو في السوبر مارشي باش نشري. وليت شريت غير واحد الساكو عنده الجرارات هو اللي عتقني. دابا نبدا نوريكم داكشي. يلا غادي نبدا نوريكم شنو شريت. شريت البروكولي داير اورو، انا في سويسرا راه بروكولي بحال هكا دايره تقريبا شي 4 ديال الفرنك. بسمله خضراء وحمراء وخضراء. شريت شامبينيون تا هو داير اورو،
واحد. لا مسكين، شريت البيض 14، 12 البيضة. انا تنشري هذا ديال دوك الدجاج اللي كيتربى في الهواء الطلق، يعني هو الدجاج البلدي ديالنا. من الاحسن انكم تشريو هذا، احسن من هذاك الاخر. هذاك الاخر تيكونوا سادين عليه، مربيين غير في هذوك. شريت نوبيا خضراء دي بيو جامدة، شريت بوعويد. شحال كان داير 3 أورو 89. وهنا في سويسرا قلبت عليه في لاكوب وفي لاميكرو ما لقيتوش. الصراحة في سويسرا ما عندناش الاختيار ديال الديسير وسميتو البنان. شريت هاد فارينة ديال الحلوى زوينة، هادي ديما تنشريها الا مشيت لفرنسا، تيكونوا دايرين فيها حتى الخمارة انتغري، تطلع الكيكة كتجي زوينة. شريت لاكريم ديال الطياب، جي دورانج، قرعة خضراء. سميتو ماتيشا. شريت السميدة ديال الحلوى، السميدة رقيقة باش ندير بها الحرشة. شريت هاد الرز بسماتي، هدا داير 1.75 أورو، وهنا في لاميكرو تنشري أنا ب5 فرانك، يعني شوفوا شحال ديال الفرق. شريت لي بات، كنشري أنا ديما هاد لي بات كومبلي ديال القمح الكامل. الفرماج هذا ديال الهامبرغر. الشوكولات باش نصايب الحلوى، هذا راه فيه 2 باكيات. شريت الخمارات ألزا، المغاربة راه عزيزة عليهم ألزا، أنا ما كايناش ما تنلقاش ألزا، كاينين ماركات أخرين. شريت هاد الكومبوت، ديما كناخدو كناكلو هكا بالوجبات، هدا راه سون سكر وزوين بزاف. طول هاد السلطة راكيطة دايرة 1 أورو. هنا في لاميكرو راه دايره 4 فرانك. فرانك والاورو راه تقريبا راه بحال. ندوزو للميكا الاخرى. شريت هادو قلت زعما نجربهم، هاد لي بات اللي تيكون عامرين من الداخل. شديت هادي بالريكوتا ولي زيبينار، هاد اللوز إيتيلي هكا، الفريز هاو كلها وات بجغلية. الفريز شريت هاد لي فرامبواز، فيديا باقا كترعد. شوفو الزبدة،
هذه لي طوست، هذه طوست كيعجبوني بزاف. كناخذ ديما لي طوست بهذا بالقمح الكامل. شريت حب الملوك، شحال كندير؟ الكيلو داير 7 أورو. يا المغرب، حب الملوك يمشتت هنا 7 أورو الكيلو، وفي سويسرا كانوا دايرين ليه 10 فرانك الكيلو. شريت سميتو الكاشر، لقيت عندهم كاشر حلال، شحال هادي الصراحه ما كلتو. واخا انا ما كناكلش الكاشر ديما حيت الصراحه ما مزيانش للصحه، ولكن مره ما فيها بس. شريت مشمش، المشمش داير تا هو 4 أورو الكيلو. خديت هاد لاباط ديال البيتزا، الصراحة إلا كنت عيانة وما فيا ما يطيب كندير هي البيتزا هكا تتكون عادي واجدة. وخديت هاد لاباط فويتي باش ندير شي طاخت ديال طاخت ديال التفاح، تتجي زوينة. غادي نشارك معاكم المقادير إلا بغيتو. شريت هاد موتزاريلا جوج، سكر ديال الفاني، مونتيفريس، تمر، المعدنوس، القزبور. شكون بحالي ديما تيتخلط لها القزبور مع المعدنوس. شريت هادو لي زيغ دو بروفونس، و هادا البازيليك كيجيو زوينين فوق البيتزا، تعطي واحد البنه زوينه. شريت هذا ديال بروتيكتور دو شالور ديال الشعر، صراحه ما عمرني ما جربت هاد لا مارك. كان شريتو ب7 أورو، نجرب ونشوف كي داير. قالك تيحمي حتى 230 درجه. كريمودات، هادو ما فيهمش الجيلاتين ديال الحليب. صافي هادشي هو اللي شريت. ندوزو دابا للفاكتورة باش نقول لكم الثمن يصدمكم. المهم دابا غادي توقفوا الفيديو وغادي تكتبوا لي في التعاليق تقدروا شحال خلصت في هاد التقديه كامله، الناس اللي ساكنين في فرنسا والناس اللي ساكنين في سويسرا، باش نشوف. المهم هذه هي، ها هو الثمن يا سيدي. خلصت 92 أورو، 92 أورو لهذا الشيء كامل. عرفتي هادشي الا بغيت نشري في سويسرا شحال غادي نخسر فيه؟ على الاقل واحد 200 فرانك، على الاقل. انا هادشي قلت لكم على الاقل، يعني من 200 حتى 250 فرانك. فهادشي يعني شفتوا شحال الفرق، راه فريمون سافو لا بين بنادم يدير مرة هكا ويمشي يتقدا من فرنسا الصراحه. واخا ما يمشيش ديما ولكن غير مرة راه غادي يقتصد بزاف. ايوا يا سيدي، دابا غادي نمشي نرجع هادشي كل حاجه لبلاصتها ونتسرح واحد شويه حيت عييت، ومن بعد غادي نتلاقاو. صراحه اليوم ما غاديش نجمع الدار، غادي ندير اضراب لان عييت وما فيش. يلا نخليكم ونتلاقاو من دابا شويه. نسيت ما وريتكم هادشي اللي تقديت حيت حرشت دابا الوراق. عاتني 3 ديال لي بون، عطاني هاد الاول ديال 3 أورو، يعني نشري شي حاجه بون ديال 3 أورو، وعطاني بون ديال 10 أورو. الا شريت اكثر من 50 أورو يعطوني 10 أورو فابور.
وبون واحد اخر ديال 10 اورو، ولكن هذا ابتداء من 80 اورو. الى شريت 80 اورو يعطوني 10 اورو فابور، دونك 91 اورو اللي خلصت وربحت منها 23 اورو. يعني ميزة ولا ماشي ميزة؟ قول بنات، المهم دابا واحد النعسة عالمية، يلا تسرحت واحد شوية. واليوم ما درت والو الماكلة حيت عرض علينا دار راجلي باش نتعشاو على برا، وصافي درت واحد شويه الماكياج. والله ما عرفت شنو غادي نلبس حيت الجو عندنا حالته حالته. هنا دابا تيبان ليا الضباب والشتاء، حنا في شهر 6 بحال كاينين في شهر 1. المهم هذه هي سويسرا، هادشي باش خايبه الجو ديالها حالته. صافي غادي نلبس حويجي ومن بعد غادي نمشي. A tout.